السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وفرح يا رب العالمين. عسى أن تكونوا بخير وسعادة وفرح. أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وسهلا بالجميع. بس إن شاء الله يا رب الصوت يكون واضح عندكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وفرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولله الحمد والمنة والفضل. نحن اليوم نجتمع لنحتفل بإحساننا لأنفسنا قبل أن نفكر بإحساننا على الأيتام، لأن الإنسان الذي يمنح نفسه ويهب نفسه لله تعالى فإنه والله هو الرابح وهو الفائز. فالحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا لهذا المشروع، وهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى إنه هناك من وفقوا للمشاركة بما استطاعوا، سواء أنهم هم نشروا الإعلانات أو أنهم ساهموا في أنهم يدلوا الآخرين على الخير، أو أولئك الذين ساهموا بأموالهم ولم يبخلوا من أجل هؤلاء الأيتام. فاللهم لك الحمد أن وفقتنا لهذا، وجزيل الشكر لكل من ساهم، سواء بالكلمة الطيبة أو بالنشر أو من خلال خلينا نقول أيضا المساهمة في المشروع. وحقيقة في المشروع كان فيه واجهتنا مجموعة من التحديات، وأحب أذكر هالتحديات. وربما البعض للأسف كان فاهم فكرة المشروع بشكل خاطئ، برغم أنه إحنا كنا عاملين فيديوهات توضيحية وكنا عاملين روابط وصفحة كاملة للمشروع، ومع ذلك كانت تجينا أسئلة. وهذا يدل على شيء للأسف، أنه أحيانا الإنسان لأنه عجول يعني دائما يظلم نفسه فيستعجل وما يريد يفهم المشروع. واجهتنا ثلاث تحديات حقيقة رئيسية. التحدي الأول اللي هو الناس المشككة، كانت تجينا رسائل طبعا مريبة، هدفها طبعا التجسس ومعرفة ما الذي نقوم به ومحاولة البحث عن ما نقوم به. ومجموعة أخرى، التحدي الثاني، إنه كان في كثير من الأسئلة والتفاصيل اللي كانت فعلا للأسف الشديد كانت أصلا مشروحة وموضحة في الصفحة الخاصة بالمشروع. كانت تجينا نفس الأسئلة، وبرغم أنه إحنا عاملين أصلا مجموعة من الأسئلة وردينا عليها فيديوهات توضيحية، ومع ذلك كان يعني خلينا نقول 50% ممن يتصل أو يتواصل كلها استفسارات، للأسف كانت تضيع علينا الوقت، ويعني وكنا من خلالها نبذل جهد فعلا متعب عشان نخلص يعني نحاول إنه ندير المشروع. التحدي الثالث كان اللي هو بعض الناس اللي كانت تتواصل معنا وهم معتقدين إنه إحنا جهة خيرية أو أحد الجمعيات الخيرية، مع إنه إحنا وضحنا إنه فكرة المشروع إنه هي مفكرة، إحنا نبيع هذه المفكرة وجزء من قيمة هذه المفكرة نصبه لصالح الأيتام وندفعه لبوابة التبرعات الخاصة بكفالة الأيتام، لأنه في بوابة التبرعات العمانية في جزء خاص بكفالة الأيتام، وكانت هي هذه الفكرة. وهدفنا كان اللي هو تحفيز التكافل الاجتماعي، ولكن للأسف ما أدري كيف كثير في ناس قالت إن إحنا بنرسل لش أوراق وإحنا وفي أيتام عندي وإلى آخره، وإحنا نعتذر من هذه الأسر ومن هذه الجهات اللي جاتنا وتواصلت معنا،
لأنه إحنا ما مخولين إطلاقا أنه نقوم بعملية تبرعات. نحن لم نكن نجمع تبرعات، ووضحنا هذا أكثر من مرة أنه ما كنا يعني نعمل تبرعات. كنا يعني كانت عندنا مفكرة، وحبينا أنه قيمة هذه المفكرة جزء منها يروح للأيتام، وفي نفس الوقت نحفز الناس، لأنه في ناس مثلا ما تقدر تكفل يتيم. فإحنا حبينا نعمل الفكرة أنه إيش ممكن أنت بخلال 5 ريالات تكون أيضا كافل لليتيم، يعني بمبلغ زهيد، تشترك بمبلغ زهيد. هذه كانت الفكرة، ولله الحمد كان هناك جهات كثيرة، وكان أيضا هناك بعض الأخوات ما شاء الله تبارك الرحمن يعني بادروا مبادرة رائعة، وما اكتفوا أنهم هم يشتروا مفكرة واحدة، بل اشتروا أكثر من نسخة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لهم. سأل الله تعالى لي ولكم أن الله تعالى يقبل هذا العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكنا دائما نقول يا أخواتي ويا إخوتي، ضعوا النوايا وضعوا الأدعية. سبحان الله تعالى، إن هذه الصدقات تقي مصارع السوء، وكذلك تطهر النفس وتزكيها. ولذلك نحن محتاجين لمثل هذه الأشياء، ومثل هذه المشاريع على فكرة اعتبروها اختبار للنفس، اختبار رائع للنفس. الإنسان يكتشف هل هو فعلا متعلق بالمال ولا لا، هل هو من المسارعين للخيرات ولا لا. يختبر الإنسان نفسه في مثل هذه المواقف. ولذلك إن شاء الله خلال هذا البث مع بعض بإذن الله تعالى سنخبركم تفاصيل هذا المشروع بالتفصيل بالأرقام، وكذلك إن شاء الله لحظة التبرع، فخليكم للنهاية إن شاء الله. ومن بإذن الله تعالى ما راح نطول أكثر من نصف ساعة بإذن الله تعالى هذا البث، وما راح نطول فيه إن شاء الله تعالى. فخلونا أول شيء نتعرف على مشروع حسنى، خاصة بالنسبة للناس اللي ربما فهمت المشروع بشكل خاطئ. فإن شاء الله راح نعرفكم أول شيء على المشروع بإذن الله تعالى، ومن بعد المشروع إن شاء الله سنتكلم عن بعض الإنجازات اللي حققها المشروع بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نتعرف على المشروع مرة أخرى، أشكر كل من شارك معنا، جزا الله كل المحسنين، وأسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم قبولا حسنا، وأن يخلف لكم خيرا، لأن الله تعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والله سبحانه وتعالى حين يعد فإنه لا يخلف الوعد. فدعونا مع مشروع حسنى، وبعد قليل سنعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع حسنى قائم على فكرة أنه نبيع مفكرة إلكترونية، وهي مفكرة حسنى، وهذه المفكرة مختصة بتفعيل أسماء الله الحسنى أو التخلق بأسماء الله الحسنى. ومن إيرادات بيع هذه المفكرة نأخذ جزءا من المبلغ ثم نصبه لصالح الأيتام. قيمة المفكرة 5 ريالات. المفكرة ليست مطبوعة، المفكرة إلكترونية تصلكم من خلال البريد الإلكتروني. جاءت فكرة هذا المشروع صراحة من كثر ما احنا توصلنا دائما رسائل انه هناك فئة من الفئات يعني تعاني، وخاصة فئة الأيتام، وإنه دائما في نقص في التبرعات وغيره. فيعني سبحان الله كذا طرأ في بالي، ليش ما أستفيد أنا من الأشياء اللي أصممها أو اللي أنفذها، ويصير إنه إحنا نمنحها للناس
وفي المقابل هذه المبالغ نصبها أيضا في مساعدة هذه الجمعيات. هذه ليست حملة تبرع وإنما حملة مساهمة. فكرتها إنه إحنا من خلال الجزء أو المبلغ اللي نبيع فيه المفكرة جزء منه راح يعني بإذن الله تعالى ندفعه أو نساهم به من أجل الأيتام. وبالتالي اللي يريد يتبرع بإمكانه يتبرع عبر بوابات التبرع المعروفة في السلطنة والرسمية. نحن لسنا تابعين لوزارة الأوقاف ولا لأي جهة، هذه جهة خاصة وهذه فكرة خاصة ومشروع خاص أردنا فيه تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال أنه إحنا ننفعهم بالمفكرة، وفي نفس الوقت قيمة هذه المفكرة أيضا تصب لصالح الأيتام، ونكون بهذه الطريقة حققنا هدفين بدل هدف واحد. طبعا ينفع أي حد يريد يشتري أكثر من نسخة إلكترونية بإمكانه أنه هو يضاعف الرقم 5، يعني اللي يريد يشتري 2 ممكن يدفع 10 وبالتالي يوزعها لشخصين. يمكنك شراء المفكرة إلكترونيا من خلال التواصل عبر الأرقام المبينة أمامكم. بعد التواصل مع هذه الأرقام بإذن الله تعالى راح يعطوكم أرقام الحسابات اللي تحولوا فيها لشراء هذه المفكرة، وبعدها راح يطلبوا منكم بريدكم الإلكتروني، لأنه من خلال البريد الإلكتروني يتم إرسال هذه المفكرة لكم، وبإمكانكم ساعتها إنكم أنتوا تحملوها أو تطبعوها بالطريقة اللي تناسبكم. طبعا لا ينفع انه الشخص يشتري قيمة مفكرة واحدة ثم يقوم بتوزيعها للآخرين. اولا لأن المفكرة لها حقوق فكرية. الامر الاخر انه يعني ليس من المنطق انه انا اشتري شيء واحد ثم اقوم بنسخ هذا الشيء الى اكثر من مرة ثم اوزعه، وكأني هنا يعني ضيعت قيمة الإحسان وأكون تحايلت على الأمر، وهذا ليس من الإحسان في شيء. بالنسبة لي كيف تتأكدون من أنه المبالغ راح نتبرع فيها؟ وهذا حقكم طبعا، راح نعمل بث مباشر يتم فيه عملية التحويل بشكل مباشر، وراح يعني بإذن الله تعالى تشوفوها جميعا وخطوة خطوة كيف نقوم بها، وراح تشوفوا المبالغ أيضا الذي أو التي نتبرع بها، لأنه هذا حقكم. وراح يكون هذا البث إن شاء الله على قناة إشراقة روح يوم 15 يناير 2023، وأيضا سنعلن التوقيت لاحقا بإذن الله تعالى بعد حصر المبالغ والتأكد من مراجعة المبالغ التي دخلت وكذلك أعداد الأيتام الذين ننوي أنه إحنا بإذن الله تعالى نساهم من أجلهم. طبعا الهدف هو 100 يتيم بحيث أنه إحنا نكفلهم لمدة سنة، ولكنه يبدو أنه مشروع ربما يحتاج إلى وقت. الناس فيها الخير، الناس بإمكانها بإذن الله تعالى تساهم في هذا المشروع معنا، تستفيد بالمفكرة وفي نفس الوقت تستفيد لآخرتها من خلال أنه جزء من هذا المبلغ يذهب لصالح الأيتام، ولكنه مشروع يحتاج وقت، ونحن لا نريد أن نجعل العملية مفتوحة بهذا الشكل، ولذلك قد يقل العدد كثيرا عن الهدف اللي إحنا نريده، ولكن الفكرة من ذلك كله هو إحنا نحقق التكاتف والتكافل الاجتماعي وخلق الإحسان بين الناس في مجتمعنا العماني. كلمة شكر أخيرة لكل الأخوة والأخوات الذين اشتروا هذه المفكرة وساهموا في أن يكونوا جزءا رائعا من هذا المشروع، وشكر خاص لأخواتنا في الدول العربية الأخرى اللي ساهموا حقيقة ولم يترددوا، بل إن بعضهم اشترى يعني أعداد كبيرة من المفكرة ونسخ كثيرة من المفكرة.
فأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل منا إنه هو السميع العليم، وأسأل الله تعالى أن يخلفهم خيرا وأجرا وفضلا، إنه على كل شيء قدير. هدفنا أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى، ولذلك من الأصل أن نكون جسدا واحد. مشروع حسنة ليس لأجلي فقط، بل لأجل كل من يحب الخير ويريد الخير ويريد أن يعيش في الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة ثانية، سوف نتحدث بعد ما تكلمنا عن المشروع، خلونا نشوف ما حققناه من إنجاز في هذا المشروع الرائع اللي ما كان يتحقق لولا وجود الناس الطيبة، الناس التي خلينا نقول إنه بذرة الخير لا زالت موجودة، وإنه الخير في الناس موجود ولله الحمد. ما كانت إشراقة روح لتستطيع إنه تنفذ هذا البرنامج وهذا المشروع بدون الناس اللي موجودة من خلف. يعني في إنسانة أكيد وزعت الرسائل لقريباتها لصديقاتها لمن تحب له الخير، في ناس كانوا يتألمون لأنهم ما كانوا قادرين إنهم حتى 5 ريال يدفعوها. أريد أقول لكم إنكم معنا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نواياكم وما تخفون من خير في أنفسكم الله سبحانه وتعالى يعلمه بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى أنتم معنا في الأجر، وربما أجركم أحسن عند الله تعالى منا نحن الذين نسعى، لأنكم ربما تكونون أصدق. ربنا نسألك أن تتقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، فنسأل الله تعالى القبول. فخلونا كذا شوية نشوف بعض الأرقام اللي يعني حققتها أو حققها معنا أو حققناها مع بعض مشروع حسنة وكفالة الأيتام. طبعا المشروع هذا كان الهدف إنه إحنا نكفل 100 يتيم، ولكن طبعا أول شيء لازم نعرف إنه المشروع هذا فقط 6 أيام، يعني إحنا فقط اشتغلنا 6 أيام، ولذلك يعتبر الإنجاز جدا رائع. ما أريدكم تنظروا نظرة اللي هي إنه لا كنا متوقعين إنجاز أكبر، كنا متوقعين نوصل أكثر من 100. أول شيء المشروع جدا يعني يعتبر تغطية فردية، مش تغطية إعلامية ولا حدث إعلامي ولا غيره، ولكن تغطية فردية. وبالرغم من ذلك ما شاء الله تبارك الرحمن نحن نعتبر الإنجاز الذي حققناه فضل من الله سبحانه وتعالى. وما نقوم به اليوم هو عبارة عن تطبيق للآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث، لأن الذي يحدث اليوم هو بفضل الله سبحانه وتعالى وحده، بفضل الله، وكل من وفق للخير فقد وفقه الله تعالى لذلك. طبعا الحمد لله استطعنا أن نجمع مبلغ 30 يتيم ولله الحمد من أصل 100 الهدف، وكما قلت لكم هي فقط 6 أيام كانت، ما استمرينا شهر ولا استمرينا فترة طويلة، وما بغينا أنه إحنا نعملها لفترة طويلة عشان الناس ما مثل ما قلت لكم الناس اعتبرتنا أنه إحنا جمعية خيرية وإحنا لسنا كذلك، والبعض اعتبرنا أن إحنا نجمع تبرعات وأيضا لسنا كذلك. فإحنا الهدف كان اللي هو أنه إحنا ندعم جمعية رعاية الأطفال أو فئة رعاية الأطفال الأيتام، كان هذا هدفنا أنه إحنا نقدم جرعة كذا قوية تدعمهم، وبالتالي احنا حققنا 30% من هدف المشروع، وهذا يعتبر انجاز رائع في 6 ايام. كان الهدف ايضا انه احنا نجمع 2000 ريال، ولكن لانه ايضا مثل ما قلت لكم المشروع مدته كانت 6 ايام فقط، ولم نستطع ان نجمع الا 600 ريال لصالح الأيتام. طبعا 600 ريال هي نسبة من المبالغ، الآن إن شاء الله سنوضح لكم كيف آلية الاحتساب وكيف تم احتساب هذه المبالغ وليش حددنا 600،
وكيف حددنا اللي هو 30 يتيم بإذن الله تعالى عشان توضح الصورة للجميع. أي أيضا أنه حققنا 30% من الهدف اللي إحنا نريد نوصل له. إحنا كنا طبعا نرجو من الله تعالى أنه إحنا نحقق 2000، ولكن مثل ما قلت ما زال يعتبر المبلغ جدا رائع أنه يجي من جهة واحدة اسمها جهة مشروع حسنى والمحسنين اللي فيه. مشروع حسنى اللي هو كل شخص أحسن لهذا المشروع، وما سميناه حسنى إلا لأننا نحاول أن نكون في عباد الله المحسنين، ونسأل الله تعالى أن نكون كذلك. فهذا هو مشروع جهة واحدة اللي هي كل أفراد حسنى وكل من ساهم ولو بالكلمة الطيبة في هذا المشروع. طبعا إحنا كان نسبة الاستقطاع كنا حاطين أن نسبة الاستقطاع بتكون فقط 10%، كان الهدف في البداية 10%، لكن لأنه الاشتراكات أو الشراء المذكرة ما كان بالعدد اللي كنا إحنا نطمح له، فرفعنا النسبة إلى 20%، ثم بعد ذلك نسبة الاستقطاع قلنا لا، إحنا نريد فعلاً أن نوصل لأكبر عدد قدر الإمكان، فرفعنا نسبة الاستقطاع ولله الحمد لتصل 28% من أصل المبيعات اللي بعنا فيها المفكرة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه تقريبا الثلث يذهب لصالح الأيتام، لأنه عادة الخمس، ولكن الحمد لله أنه احنا نحاول مثل ما قلت لكم الفكرة انه احنا نحقق التكافل ونضخ ضخة محترمة لكفالة الايتام، ونعيش هذا الشعور كلنا مع بعض. طبعا مثل ما قلت لكم المشروع مدته كانت 6 ايام، من 9 يناير الى 14 يناير، وتوقفت استقبال الطلبات تقريبا الساعة 4 اليوم، ورفضنا بعدها استقبال أي طلب آخر حتى ما يكون في عندنا أي فائض وما يدخل في الحسبة هنا، فنكون بذلك يعني خلنا الأمانة، فإحنا ما نريد فعلا أنه ناخذ مبالغ هي ليست من ضمن الحسبة وما يكون أصلا الشخص دخل ضمن الحسبة هذه. هذا بالنسبة أمامكم الجدول، يتضح هنا الجدول. بالنسبة لعدد الأشخاص اللي اشتروا 20 نسخة كانوا 4 أشخاص مرة واحدة، وكانت في مع يعني في منهم كانوا من خارج عمان. عدد الأشخاص اللي اشتروا 16 نسخة كان شخص واحد. عدد الأشخاص اللي اشتروا 10 نسخ 3 أشخاص. عدد الأشخاص اللي اشتروا 8 نسخ 4 أشخاص. عدد الأشخاص اللي اشتروا 6 نسخ كانوا 5. عدد الأشخاص اللي اشتروا 5 نسخ كانوا 4. اللي اشتروا 4 نسخ كانوا 9 أشخاص. اللي اشتروا 3 نسخ كانوا 11 شخص. اللي اشتروا نسختين كانوا 32 شخص. اللي اشتروا نسخة واحدة كانوا 86 شخص، بمجموع 159 مساهم ولله الحمد. بمعنى انه احنا جمعنا او بعنا 427 مفكرة ولله الحمد بمجموع 2135 ريال، وطبعا استقطعنا منها 28% اللي هو مبلغ 600 ريال تقريبا. 600 ريال طبعا كل فرد من الايتام يحصل على 20 ريال حسب ما عرفنا من متوسط ما يدفع للأيتام، وبناء عليه يعني حددنا هذا المبلغ عشان البعض يسأل هو كم يدفع للأيتام. بعض الجمعيات تدفع 20، بعض الجمعيات 25، بعض الجمعيات 30، ولكن احنا مثل ما قلت لكم كنا نريد نغطي أكبر عدد، فاحتسبنا انه 20 لكل يتيم. هذا كان بالنسبة لأهم النقاط اللي حبينا نتكلم فيها. وقبل ما نبدأ اللحظة الرائعة الحاسمة بإذن الله تعالى واللي هي تحويل المبالغ، خلونا نعيش لحظة رائعة مع بعض اللي هي لحظة مشروع حسنى بالأرقام
وثم نعود للحظة الجميلة اللي الكل ينتظرها، اللي هي نشارك مع بعض دفع هذه الكفالة لمستحقيها عبر بوابة التبرعات العمانية بعد هذا الفاصل القصير. الحاسمة بإذن الله تعالى، خليكم قريب، خليكم معانا عشان تشوفوا مع بعض جميعا نحتفل بهذه اللحظة اللي أول شيء لابد أن نقف فيها شكرا وحمدا لله تعالى الذي وفقنا لهذا، وما كنا لنوفق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى. جهود الجماعة، ودائما يد الله مع الجماعة، ولله الحمد، الله تعالى لم يخيب أبدا لنا ظنا ولا سعيا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا هو موقع البوابة، بوابة التبرعات العمانية، كما أنتم شايفين هذا هو الموقع. مثل ما أنتم شايفين الآن، يا رب الصوت يكون واضح بالنسبة لكم حتى تكونوا شاهدين على ما نقوم به. وكذلك كما تقول دائما، نقول لابد للنفس أن تكافئ عندما تفعل الخير حتى تعزز النفس لفعل الخير دائما. طبعا احنا راح نختار رعاية الأيتام، بس خلونا قبل عشان نتأكد انه اخر الاشياء هذه، عشان بعدين نتاكد هل فعلا تم احتسابنا ام لا. طبعا احنا راح نختار رعايه الايتام امامكم الان، راح نختار الهيئه العمانيه للاعمال الخيريه اللي هو رعايه الايتام داخل السلطنه، و سندخل المبلغ كما تشاهدون الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، نتبرع الآن. أنا يعني أحاول إنه أنا أكبر الصورة عشان تكون واضحة بالنسبة لكم. نضغط على تبرع الآن، هذا أمامكم، ننتظر النتيجة على بركة الله، نسأل الله تعالى التيسير. ما نعرف ليش ياخذ وقت. شكرا شكرا شكرا، نحن نقول لكم أنتم شكرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وهذا هو رقم الإيصال لمن يسأل عن الرقم، عشان تكونوا شاهدين الآن أمام عملية الدفع. ربي يبارك في أموالكم ويبارك في إحسانكم
ويبارك لكم في أبنائكم وفي كل عمل خير تفعلونه بخير. طبعا احنا نحاول نرجع للصفحة الرئيسية عشان نشوف هل تم تسجيل العمل هذا او لا. احنا خلاص انتهينا بس باغين نشوف هل تسجل ولا لا. ما اعرف لماذا لا تظهر لنا اخر الاحصائيات. هذه تبرعات اليوم، هذه 600 ريال عماني سجلت. شايفين؟ شايفين؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أعلى تبرع اليوم، اللهم لك الحمد. شايفين؟ هذا سجل. بس أحاول أكبر لكم الشاشة عشان حتى ترون وتوضح لكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، شكرا 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 لأنكم جعلتونا نعيش هاي اللحظات الحلوة. اللهم نسألك قبولها، اللهم نسألك قبولها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جزاكم الله خير، ألقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.